أنا سؤال بيقول بنتي مش بترضى تصلي وبتحلم بحاجات وحشه اول حاجه بس خلينا بس نفصل ما بين الاتنين احنا لازم نعرف بنتك ما بترضاش تصلي ليه لان ممكن لسبب من الاسباب نبقى احنا محتاجين شويه بحث معها. لان في بعض الاحيان بتحصل حاجات نفسيه بسبب شويه امور فيها اضطرابات فاحنا عايزين نقعد معاها ونسالها بدون ما أنتِ ما بتصليش أنتِ ما بتصليش أنتِ ما بتصليش، لا عايزين نسمعها. هو أنتِ ما بتصليش ليه؟ ولو وجدناها بتتلجلج يبقى إحنا محتاجين بحث أكتر. وأنا ليه بقول كده؟ مش كل حد ما ولاده ما بيصلوش يبقى فيه اضطراب. لكن لا الحدي يعني التركيبة دي فيها حاجة فإحنا محتاجين شوية نفكر. طيب. الأمر التاني بنتي ما بتصليش. المشكلة في حضرتك. ليه؟ لما بندخل ونعلم اولادنا الصلاه لازم ندخل ونعلم اولادنا الصلاه صح. ولما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا اولادكم الصلاة لسبع نضربهم علي وهم ابناء عشر كما ورد في الروايات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ بيقول علموا. يعني حاولوا تعرفوا وتجربوا الطريقة المناسبة لتعليم اولادكم ولذلك علموا الواو هنا هتبقى مفرقة. يعني ايه هتقتضي القسمة أفرادا يعني إيه كل واحد يشوف الطريقة اللي يعلم ابنه بيها الصلاة مش كل أولادنا هندخلهم للصلاة من مدخل واحد الولد الشقي يعني هندخله لمدخل للصلاة إزاي نعلمه الصلاة الولد الشقي ندخله للصلاة على إن الصلاة بتخليه له وسع أول ما تيجي تكلم الولد الصغير الشقي ده عن الوسع يقول إيه أنت لما تصلي هتحس إن الدنيا واسعة هتحس إن الدنيا براح تحس ان انت هتلاقي حاجات كتيره في حياتك وحاجات مختلفه لان الولد الشيء ده هو عايز يكتشف حاجات كتيره فخليه يدخل الصلاه وهو محمل بجمال ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ساعتها هتبقى الصلاه بالنسبه له حاجه ممتعه مش حاجه ثقيله فكذلك بنتك شوفي ايه المدخل المناسب للكلام عن بنتك في الصلاه يبقى اول حاجه محتاجين نشوف المدخل المناسب للصلاة أما مسألة أن هي بتحلم أحلام وحشة إحنا عندنا سنة أن إحنا لو واحد حلم حلم وحش بيدفع عن يساري ثلاث مرات ويستعيذ من الشيطان الرجيم بس الحاجة دي ممكن نعمل لها كده نعمل إيه؟ نقرأ الفتحة سبع مرات قبل قبل النوم ونقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد نعمل كده إن شاء الله لو هي استمرت على ده ثلاثة أشهر إن شاء الله يزول عنا الكلام دوت او بحسب القوه اما شهر او ثلاثه اشهر بحسب قوه هذا الامر وتكراره وتردده عليه يبقى إيه المدخل المناسب للصلاه وهو ده فكره تعلمه يعني الصلاه محتاجه ان احنا نصبر ونصبر على امر اهلنا بالصلاه لازم نعمل كده عشان الصلاه محتاجه ان الواحد يرى الصلاه على حقيقتها ولا يرى الصلاه عبئا حتى لو بنت كبيرة اوعى إيوة تخليها تشوف الصلاة عبء عليك لازم تعملي كده اوعى إيوة تخليها تشوف الصلاة عبء عليها فتنفر منها وترفض منها ولكن خليها الصلاة باب للسعة والسعادة في حياتك